السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، رب تكونوا دايما بخير وكلكم لكم اسعد الدولار والعملات. في السوق السوداء ليوم الاربعاء 6/3/2024 ارتفاع اخر في سعر الدولار في السوق السوداء بعد انخفاض تاريخي. بدأ الدولار يتحرك تاني في السوق السوداء فضلا وليس امر. اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك اخواتي واصدقائي. اولا، سعر الدولار في البنوك 30 جنيه 85 قرش، البيع 30 جنيه 90 قرش. اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء: دينار بحريني 120 جنيه 81 قرش، البيع 122 جنيه 3 قروش. دينار اردني 64 جنيه 31 قرش، البيع 64 جنيه 96 قرش. ريال قطري 12 جنيه 49 قرش، البيع 12 جنيه 62 قرش. ريال عماني 118 جنيه 3 قروش، البيع 119 جنيه 49 قرش. جنيه استرليني 57 جنيه 75 قرش، البيع 58 جنيه 33 قرش. دينار كويتي 148 جنيه 7 قروش، البيع 149 جنيه 57 قرش. درهم اماراتي 12 جنيه 41 قرش، البيع 12 جنيه 52 قرش. سعر اليورو 49 جنيه 45 قرش، البيع 49 جنيه 95 قرش. سعر الريال السعودي 12 جنيه 14 قرش، البيع 12 جنيه 57 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء اللي زي ما قلت لحضراتكم بدأ يتحرك تاني في السوق السوداء بعد انخفاض حوالي أسبوع، وصل ل39 جنيه. الشراء سجل 45 جنيه 54 قرش، وسجل البيع 46 جنيه. بشكركم اخواتي دايما على تواصل بإذن الله. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم يا رب في أمان الله. اللهم أمين على كل دعوة في قلوب حضراتكم.